البشرية منش متعودين نحن مثل هذه الميكروبات ان نتعامل معها. هذيك علاش بعض الناس باقي مستهترة بالموضوع. نقلوا من الزيارات ومش نقلوها، نقطعوا الزيارات كليا وما نزوروش بعضنا في كل البلدان. كل روحي روحي، نفسي نفسي. اللي عايش مع مرته وولاده يستكفر بروحه، باش تطلع لامك وتجيب لها عندي صديقي كنت نحكي معاه، يعني مخرج، ونوجه له تحية وإن شاء الله ربي يوفقه. قال لي صبري بالعيد، قال لي حنان أنا ما نسلمش على أمي وبابا من بعيد، نقول لها أمي اقف الباب، يجيب لها القضية، يجيب لها الخضار، يجيب لها المشتريات نتاعها اللي ناقصها هي وأمه وأبوه. قال لي من بعيد ويمشي، مش يعني توقف الزيارات، ما تهتمش شنو ناقص وزايد، راه غدوه اولادك بكره اولادك يعملوا مثلك ويهتموا بيك، عامل تعامل.